السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي إلى كل الشرفاء داخل الجزائر وداخل مصر. إن للأسف الشديد هو أن الإعلام المصري لا زال يكرر في نفس الأخطاء التي وقعت قبل المقابلة بين مصر والجزائر في مصر وفي السودان وبعد السودان، وما زال هذا الصحفيين اللي أغلبهم هما رجال تاع مخابرات، يا إما متكونين ويا إما يعملوا لصالح المخابرات. والحقيقة أن المقابلة اللي جمعت بين الجزائر ومصر، والله هذه اللي راح تزيد تجمع بيناتهم، هي مش مقابلة رياضية مع الأسف الشديد، وإنما تحولت إلى تصفية نتاع حسابات، وتحولت إلى تمرير نتاع مشاريع ونتاع صفقات. راكم شفتوا عمرو أديب في تصريحات سابقة أكد من أن الناس اللي كانوا في السودان كانوا رجال أمن ونتاع مخابرات، وفي تصريح جديد على قناة من القنوات المصرية، وأعتقد أنها القناة الرئيسية، بارك واحد من الصحفيين إلى المدرب نتاع الحراس وقال بالحرف الواحد من أنه عقيد في الشرطة. إذن المسألة هي بعيدة كل البعد على الرياضة. وشفتوه في المداخلة نتاعو نتاع البارحة حول البرنامج هذاك اللي يديره هو تاع القاهرة اليوم، طلب من السلطات المصرية هو أنه ما تزيدش تعاود تدير نفس الأخطاء اللي ارتكبتها في السودان. ما هي الأخطاء التي وقعت فيها السفارة في السودان؟ الجواب إذن راكم تعرفوه. الآن المقابلة نتاع مصر والجزائر بالنسبة لي هي مقابلة ليست رياضية، مقابلة سياسية، حتى وإن اللاعبين هم راهم يقوموا بدور رياضي، ولكن المسيرين هما ناس نتاع الأمن نتاع المخابرات. من بداية هو أنه ما يقعوش في الأخطاء اللي وقعوا فيها قبل المقابلة نتاع الجزائر ومصر في السودان، لأنه البعض منهم استغلوا أحسن استغلال في بعض القنوات الفضائية المصرية. كانوا هاد الجزائريين بالغباء نتاعهم وبالعاطفة نتاعهم كانوا يخدموا هاد الأجهزة نتاع المخابرات المصرية، ولو كان ما كانوش هاد الناس العاطفيين، هاد الناس المغفلين، كانت الجزائر مع الفوز اللي فازتو والمستحق في أرض السودان كانت ستفوز فوز آخر إعلامي بشكل رهيب. المصريين راكم شفتوا في الإعلام تاعهم كانوا يقولوا بأن الجزائريين حثالة، وكانوا يقولوا بأن الجزائريين أوباش وانتوا إرهاب وانتوا شذوذ، وكثير من الأوصاف اللي طلقوها على الجزائريين. للأسف الشديد هو أنه كانوا بعض من الجزائريين كانوا يعطيو مصداقية للكلام المصري، لأنه من الكلام نتاعهم تاع هاد الجزائريين كانوا هما أيضا يعطيو. راكم شفتوا هذاك اللي قال أنا راني طالع للسودان ومدي معايا الموس وما نقتلش غير واحد نقتل 20، راكم شفتوه. إذا هما الكلام نتاعهم ربما راهم يشوفوا فيه بعض من الناس اللي ما يفهموش هذه الأمور، راهم يشوفوا فيه بأنه كلام سوقي. لا،
الكلام نتاعهم اللي كانوا يقولوا فيه كانت عنده أدلة من بعض المغفلين نتاع الناس اللي كانوا يقولوا فيه. وبطبيعة الحال هذا الإنسان هذا ربما راه ما راحش للسودان أصلا، إذا هما راحوا وخذوا هذا الكلام وصاروا يحتجوا به وبطبيعة الحال أمام الرأي المصري وأمام الرأي العالمي. إذا ما لازمش تعاودوا تطيحوا في نفس الفخ، ما لازمش تعطيوا لهم الفرصة حتى باش هما يزيدوا يطعنوا في الجزائر وفي الجزائريين. حتى إذا قمتوا بتعليقات ما لازمش تعطيوا لهم الفرصة، ما لازمش تعطيوا لهم الفرصة. المقابلة هما راهم رايحين يستغلوها سياسيا، والهدف تاعها واضح، يحوسوا يفوزوا بالكأس نتاع إفريقيا على جال باش تكون ورقة رابحة للخلافة نتاع حسني مبارك. إذن الحاجة الأولى هو أنهم يحوسوا يفوزوا فوز سياسي، وفي نفس الوقت أمام العالم حابين يقولوا بأنه نحن من يستحق الذهاب إلى نهائيات كأس العالم، وهو الدليل لقد فزنا على المنتخب الجزائري ونحن أحرى بالذهاب، ولقد فزنا أيضا الفريق تاع الكاميرون. ماذا بيا الجد باش تاخذوا هذه النقطة وتسطروا عليها سطرين، وماذا بيا باش يفوز الفريق الوطني الجزائري فوز سياسي وفوز رياضي. فوز الرياضي هو أنه يربحوا بروح رياضية ويثبتوا بأنهم هما الأجدر للذهاب إلى كأس العالم. والحاجة الثانية هو أنه يفشل هذا المخطط نتاع التوريث وسيكون على يد الجزائريين. وراكم شفتوا هذه الأيامات الحملة اللي داروها على خالد مشعل وعلى حركة حماس، وراكم شفتوا التصريحات نتاع حسني مبارك الأخيرة حول القضية الفلسطينية وحول سوريا وإيران. إذن الأمر هو راهو سياسي، لازم تعرفوا الكلام اللي تقولوه، مش أي كلمة تجي في لسان إنسان يطلقها، والله جياحة يطلقها. قبل ما تتكلم يا أخي أوزن الكلام تاعك، أعرف بأنه صحفيين راهم يتابعوا فيك، أعرف بأنه فيه قنوات فضائية راهم يتبعوا فيك، راهم رجال تاع أمن، رجال تاع الشرطة، تاع مخابرات، تاع كذا. أوزن الكلام تاعك قبل ما تقوله وتكلم، معليش عبر علق شجع الفريق نتاعك مش مشكل، ولكن لازم تقول الكلام نتاع إنسان واعي. أكيد هو أنه فيه بعض المصريين اللي شجعوا الفريق نتاعهم من منطلق رياضي، في المقابل أيضا المنتخب الجزائري فيه ناس اللي راهم يشجعوا في الفريق نتاعهم من منطلق رياضي، ولكن في المقابل أيضا فيه ناس عندهم حسابات أخرى، لأن الجزائر من خلال الإضرابات، من خلال الاحتجاجات، من خلال إثارة بعض الملفات نتاع الفساد هذه الأيام، وهناك ملفات أخرى راها جاية الأيام تخبركم بها أنه فيه أيضا حسابات حول المقابلة. طبعا أنا كجزائري ما أتمناه هو أنه يفوز المنتخب الوطني الجزائري بالمقابلة، هذا شيء مفروغ منه بدون ما نظل داخل في تفاصيل أخرى. وماذا بي أيضا باش تكون هذه المقابلة درس قاسي الجمال مبارك والبابا. وبدون إطالة لما تتكلموا وزنوا الكلام تاعكم، وإن شاء الله يفوز المنتخب الوطني الجزائري. تحياتي للجميع، السلام عليكم.